الخير، معاكم كوتش رميساء من وورلد جيم بي سكوير. النهارده هنعمل تمارين موبيليتي بتحسن اداء التمرين، ممكن اي حد يقدر يعملها سواء في الجيم او في البيت. هنبدا باول حاجه على المات. تاني حاجة، هبقى فرد ظهري وبشتغل على الأنكر. أهم حاجة يبقى الكعب ثابت على الأرض أو وأنا ماسكاه برضه ما يتحركش. نسويتش. ثالث حاجة، برضو أهم حاجة وأنا رايحة كعبي ما يتحرك. ركبي بتلمس للآخر في كل مرة، ودايما احافظ ان كعبي يبقى في ركبتي بالظبط. كنت معاكم كوتش رميساء من وورلد جيم، ان شاء الله اشوفكم في حلقة جاية.